السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكول جبيرة، الوحدة الخامسة، الأسبوع الرابع، أختي الشجرة. مجال الغابة النص الشرعي، ولاحظوا الشرعي الشعري، نص شعري، نص شعري. ألاحظ المشهد وأقرأ العنوان وأتوقع ما سيتحدث عنه النص. شنو يتحدث النص؟ عن ماذا؟ من خلال الصورة والعنوان أختي الشجرة، يا يتحدث عن شجرة. ألاحظ المشهد، ماذا تلاحظين؟ ألاحظ شجرة مبتسمة بعينين خضراوين و لها أو أوراق خضراء يانئة، ثمارها مثمرة وناضجة. بارك لك. وأتوقع ما سيتحدث عنه النص. شنو هذا النص؟ سيتحدث عن شجرة ما. هذه الشجرة تتحدث عن نفسها وقيلة. تقول لك أنايا مثلا، شنو أنايا وشكون أنايا وشنو كان، شنو اللي كندير، شنو الأهمية ديالي، أهمية ديال الشجرة. سيتحدث عن أهمية الشجرة هذه في الحياة مثلا. تتحدث على نفسها. يلا أنشدوا. يلا قالت لي، رفعي صوتك. قالت لي أختي الشجرة روحي بأرضي منصهرة، هي أمي سر وجودي وبها أزهو مفتخرة. جذري مغروس فيها لا أرضى منها الهجرة، للشمس أطيل عناقي أهدي أزهارا عطرة، للزائر أفرش ظلي، للجائع أهدي ثمرة، للمتأمل في حق خلقي أهدي حسنا ومسرة. يسعدني شد طيور فوق غصوني منتشرة. مزيان قريسي، مزيان. إذا شكون اللي قالنا الشاعر؟ شكون هو؟ إبراهيم عبد الله، إبراهيم العالي، موقع الألوكة، ألوكة، ألوكة 2016. 2016 هذا هو الشاعر. إذا شحال من بيت شعري فيها؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، سبعة أبيات شعرية. وكم من صدر وعجوز؟ فين هو الصدر وفين العجوز؟ الصدر العجوز، الصدر العجوز، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. القافية، ما هي القافية هذا الشعر؟ القافية ديال الشعر. قافية هي ها 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 راه 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 ونصه راه مفتخر راه راه عطي راه طب راه راه تشي راه. إذا هي راه راه هذه هي القافية، كتسمى القافية، صافي؟ ثم كذلك تستافدوا من القافية. أفهموا، أصلوا بين الكلمة ومعناها بحسب سياق القصيدة. يلا يلا لي أنت لا تستطيع دابا تقول لي. أزهو وش فرحة فرحة وسرور، أفتخر وأعظم، مرتبطة قريبة إليها. أزهو هي أفتخر وأتعظم. زيد. منتصرة. من منتصرة شوش من قرأ يا شي قرأ يا نيشان. منصهرة، 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 يلا منصهرة، فرحة وسرور، مرتبطة قريبة إليها. منصهرة مرتبطة، مسرة، فرحة وسرور. ثانيا أنجزوا شبكة مفردات كلمة أرض. أرض شنو كيكون في جنبها؟ أرض شنو كيكون تربة. فيها؟ تربة. تربة. زيد شنو غير؟ نبا. نبا. نبات. نبات. أشجار أو شجرة؟ شجرة. شجرة تكون ثاني شجرة فوق الأرض، تكون تربة، تكون نباتات. أرشو ليزل يا نه
نهر تنهر كيكون دايز فوق دايز فوق فوق منها زيدي وتهضاب تنهضاب جبل هضبة جبل تا هما نكتبي نهر ثالثا ثالثا أضع علامة سكر وفي خانة الاختيار الصحيح تتحدث شجرة عن علاقتها بالأرض بالشمس بالزائر بالطيور بالشرير يعني بالأرض جاءت كلمة روحي بأر دي. أرضي يعني بالأرض بالشمس شوفي بالشمس للشمس أطيل عيناك بالزائر بالزائر للزائر أفرش ظلي بالطيور بالطيور يسعدني شدو طيور نعم كاين طيور الشرير ما كيناش انطلاقا من قصيدتي أعدد الفوائد التي نجنيها من الشجرة شجرة شنو هاد الفوائد التي ها شنو هي ها هما هي الأزهار عطر الأزهار ها عطر الأزهار وهدي أزهار عطرة هيا ثم الظل الظل مسرة ثم حسن المسرة المنظر الجميل والثمر ثمرة ثمار مسر السرور جاي السرور فهي أسألك كذلك وطن لي للطيور إذن إذن أكتبوهم شنو هما الأ أزهار الع عطرة الظل الثمار والمنظر الجميل لحد الآن بارك وحللوا وفسروا للأصدقاء وصديقاتي المقصود بروحي بأرض منصهرة ولا أرض بمنها منها الهجرة شنو هيك تاني هي روحي بأرضي منصهرة هي النحا هي حياتي مرتبطة بالأرض لأن جذوري مغروسة فيها حياتي مرتبطة بالأرض روحي بأرضي منصهرة يعني أن حياتي مرتبطة بالأرض لأن جذوري مغروسة فيها لا أرض منها الهجرة يعني لا أقبل أن الهجرة الهجرة منها عن الأرض لأنني لا أستطيع العيش عيش بدونها بدونها جيد لا أقبل الهجرة عن الأرض لأنني لا أستطيع العيش بدونها حياتي مرتبطة بالأرض أضع علامة أمام الخانة المقابلة للاختيار الصحيح تفتخر الشجرة بعلاقتها مع الإنسان لأنها تهدي إليه الثمار تمنع عنه الضر لا ما كتبناش عنه الضر ولكن تهدي له الثمار أعلل سبب ارتباط الشجرة بالأرض سبب شنو هو سبب ارتباط الشجرة بالأرض شنو هو لأن لا تستطيع العيش بدونها هو أن جذورها مغروسة فيها وهي لا تستطيع سر حياتي وأمي هي أمي سر وجودي هي أمي سر وجودي صحيح نقولوا سبب ارتباط الشجرة بالأرض هو أن جذورها مغروزة فيها وهي سر حياتها وأمها صحيح ألخص القصيدة قرأي لنا افتخار الشجرة بانتمائها الأرض للأرض وتشبتها القوي بها واتخاذها أما لها أما لأنها سر وجودها
وذكروا فوائدها ومزاياها المتعددة للإنسان والحيوان. افتخار الشجرة بانتمائها للأرض وتشبثها القوي بها واتخاذها أما لها، لأنها سر وجودها، وذكر فوائدها ومزاياها المتعددة للإنسان والحيوان. أختار من القصيدة عبارة أعجبتني وأعلق عليها، يعني نعلق عليها غير شفويا، مثلا نقول أنا أعجبتني هذه، هي أمي سر وجودي وبها أزهو مفتخرة. هي سر، هي أمي، يعني هي أمي، يعني هي تحتضي تحتضنوني، يعني الجذور ديالي فين؟ راها مغروسة في الأرض، بها تناخذ الأملاح المعدنية والمياه ما ها وأرتوي بها، وبالتالي جذور ديال المغروسة، يعني أنا مغروسة فيها. بحال هنا حنايا عندنا الانتماء ديالنا للوطن ديالنا المغرب مثلا، كنقولوا هنا أنا راه ولد المغرب، أنا راه الجذور ديالي هنايا، يعني با وجدي وجدي رانا الجذور ديالي هنايا، كنقولوا إن أنا شجرة ها، أن الأرض هي أم ديالها وأنها ما تقدرش تفارق معها، وبها هي كتفرح وكتزهو وكتكون مفتخرة، كتفتخر بالأرض لأنها هي اللي كتمنحها الحياة. ألخص القصيدة قلناها، هي اللي قلنا اختيار. أحاول على غرار ما يأتي، للشمس أطيل عناقي، أطيل داروها هي الأولى عناقي، وعندي الشمس جابوها لهنايا، إذا للزائر أفرش ظلي، أديروها هذه الأولى، هذه الثانية وهذه الثالثة. للجائع أهدي تمرة، ديروا هذه الأولى هذه الثانية وعاد للجائع. إذا قولي علينا أفرشو دلي للزائع، للجائع أهدي تمرة، أهدي تمرة للجائع. اختاروا ابياتا عجبتني وانشدوها امام زملائي وزميلاتي. هذا كيبقى اختيار ديالكم، ثم تنجدوها بديك الساعه. الى هنا انتهى الفيديو، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.